نحن معكم مثل ما ذكر زميلي سيف بن عمير الشتبي على الهواء مباشرة عبر الأقمار الاصطناعية وعبر الذبذبات الإذاعية من خلال قناة الواحة التراثية وإذاعة رأس الخيمة. الحقيقة الشكر نهديه لجميع اللجان التي تعمل، وأيضا هناك الشكر للقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، وأيضا لسمو اللواء الشيخ طالب بن صقر القاسمي قائد عام شرطة رأس الخيمة على توفير كل الإمكانيات من خلال نجاح هذا المهرجان. أيضا الشكر للمقدم محمد عبيد الخاطري والنقيب محمد الدوع، واللي هو طبعا أفراد الشرطة، وهناك المساعد محمد عكي والمساعد أول هير الخاطري وكل أيضا الحقيقة المساهمين، وأيضا محمد بن زعيفس اللي يوافينا بآخر كشوفات أيضا وآخر الأنباء. إذا مستمعينا الكرام، في هذه اللحظات انطلق شوط جديد، وهو شوط أيضا التواصل وشوط التميز إن شاء الله تعالى. الشوط السابع أيضا الشوط السابع جائزة عبارة عن سيارة، سيارة مقدمة من أحمد بن سيف سناد لسعادة سرور بن عمير المشغوني. هذه جولتنا الثانية أيها الحفل الكريم، نعود والعود أحمد عند صدارة هذا الشوط، عند المقدمة، عند السيطرة، عند أيضا صدارة هذا الشوط، ولكن ما زال بابراهيم يتربع على عرش الصدارة. الله 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 الله، يا سلام يا سلهود سلهود سلهود، ما زال مسيطر كل السيطرة يا راعي مدلل. الله عاشق سلالته مدلل الله، والآن الآن يحضر بسلهود في هذا الشوط. يا سلام يا سعيد، يا بن محمد يا بن أحمد يا ابو ابراهيم، منطلق مع هذا الأداء الجميل. المركز الثاني يصل ظبيان، واول اذاعه لظبيان لسعيد بن سالم بن راشد الدرعي. الله 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 على هذه الانتقاله الحلوه الجميله. المركز الثالث يصل على المركز الثالث مصيحان محمد بن سعيد بن محمد لخيالي، وجولتنا الاخيره في الامتار الاخيره. الله يا ابو ابراهيم مسيطر كل السيطره من انطلاقه هذا الشوط حتى هذه اللحظه، وهو يتربع على عرش الصدارة. سلهود سلالة سلهود غنية عن التعريف ما شاء الله، منطلق مع راعي مدلل سعيد بن محمد وحب أحمد بن أحمد أبو إبراهيم. الله يا أبو إبراهيم منطلق مع هذا الأداء الجميل، ولكن شاهين وصل شاهين بن حضيرم. الله الله الله، سيف بن سويدان بن حضيرم الشتبي مقدم أيضا في شاهين السلالة غنية عن التعريف. الله يا سلام، ولكن بإبراهيم صامت سماد الجبال الشامخة. الله يا سلهود سلهود ما زال يتربع على عرش الصدارة وخط النهاية. نصل إلى خط النهاية، إلى المنصة الرئيسية. قف احترام يا خط النهاية إلى هذا الشعار وإلى هذه السلالة. ألف مبروك، تهانينا، تحية 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 إلى هذا الشعار، تهانينا. والناموس لسعيد محمد وأحمد وإبراهيم. المركز الثاني أصبح من نصيب شاهين سيف سودان بحضير المشتبي، والمركز الثالث أصبح من نصيب ظبيان سعيد بن سالم براهيد الدرعي، والمركز الرابع أصبح من نصيب المركز الرابع أيها الحفل الكريم، المركز الرابع الدخول من مصيحان لمحمد بن سعيد محمد الخيلي، والمركز الخامس أصبح من نصيب المركز الخامس شاهين محمد بن صغير الحجري. هذا هكذا أعزائي المشاهدين كانت نتيجتنا إلى الخمسة المراكز الأولى. نرجع بالتهنية لسعيد بن محمد بن أحمد بإبراهيم على فوز سلهود في المركز الأول، ما قصر بالحقيقة، أدى عرض يشكر عليه، قام راس وينهي الشوط راس لنا سلالة سلهودية. توقيت الزمني 9 دقائق، توقيت الزمني لسلهود هي أيضا 9 دقائق 23 23 9 دقائق 23 وخمس اجزاء. تهانينا سعيد محمد بن احمد بن ابراهيم على فوز سلهود، الف مبروك والناموس. الكلمه لمحمد غانم مصطفى.